مساء الخير ازي حضراتكم. النهاردة هنكمل مع بعض شرح قاعدة جديدة من قواعد اللغة الفرنسية. المرة اللي فاتت خدنا les adjectifs possessifs، المرة دي هناخد les adjectifs possessifs. ايه عبارة عن ايه الادجكتيف بوسيسيف؟ جنرال مو عامة او يوتيليز les adjectifs possessifs pour exprimer ce qui nous appartient، بنستخدمها عشان نعبر بيها عن حاجة احنا بنمتلكها. les adjectifs possessifs الترجمة الحرفية بتاعتها في اللغة العربية اللي هي صفات الملكية، يعني حاجة بمتلكها. ناخد مثال كده، c'est votre sac، c'est votre sac، oui c'est mon sac. فين هنا الادجكتيف بوسيسيف؟ مظبوط، votre و mon. votre sac يعني هي معناها يعني ممكن اقول ton sac عادي، بس هي votre sac الاحترام، ما بتقول لحد يعني زي ما بنقول احنا كده في العربي، بدل ما اقول له حضرتك يعني بقول له حضرتك، يعني بدل ما اقول له دي شنطتك كاني بقول له دي شنطة حضرتك. فهي فوتر هنا مش بيتكلم بيها يعني جمع، انما بيتكلم بيها واحد بس، بس هي بتستخدم صيغة الاحترام. فبيقول له وي سي مون ساك، سي سو لي مشوار دي مونا. برضه ده سؤال، سي سو لي مشوار دي مونا، يعني دي مناديل مونا. مشوار هنا جمع، بس مونا مفرد. هنا هجاوب هقول وي سي سو سي مشوار، سي سو سي مشوار. سي هنا ليه؟ عشان هي منى، يعني اعوض عن منى بالضمير ال، ومشوار دي جمع فاستخدم سي، دي هنا الادجكتيف بوسيسيف. تمام. اكزامبل تاني، إلي تون بير، إلي تون بير، وي إلي مون بير. تون هنا هي adjective possessive، مع بيقول له ده باباك، يعني هو ده باباك. تون بير وي إلي مون بير، أيوة ده بابايا، مون حاجة بتاعتي. تمام. nous avons oublié notre sac، nous avons oublié notre sac. فين الأدجكتيف بوسيسيف نوتر؟ ليه جاية نوتر هنا؟ عشان هنا نو، فهتاخد adjective possessif نوتر، لأن اللي بعديها مفرد، وكان اللي بعدها جمع كانت خدت نو اللي هي ان اوس. نو ها اي جانا او فيني ليغ دفوار. لو انا شلت نو ها وجانا عوض عنهم بالضمير ال الافيك اس هن، يعني ال او فيني ليغ دفوار، عشان كده خدت adjective possessive لير لير افيك اس. ليه؟ عشان نهى وجنى كان والديفوار هنا اخره اس كان. طيب ده معناه ان احنا لازم نحفظ دول، لازم نحفظهم مع جي. لو الحاجة اللي بمتلكها يعني مسكولية سنجليه هتبقى مون. هنا دي هنا دي غلطة، المفروض فمينا، فمينا سنجليه هتبقى مون، بلوريل هتبقى مي، مع تي هتبقى تون تا تي، مع ال او ال سون سا سي، مع نو نوتر، نوتر في الماسكولية سنجلية وفي الفمينية سنجلية، نوتر نوتر. وهنا في البلوريل هتبقى نو، ده معناه ايه؟ لما انا استخدم الضمير نو والحاجة اللي بمتلكها هتبقى جمع استخدم نو دي. طيب مع فو فوتر برضو في الماسكولية سنجلية وفي الماسكولية في الفامينا سانجليه فوتر، في البروريل فو. ال او ال اللي هي افيك اس الجمع، لير 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 افيك اس تاني لما تكون الحاجة جمع. طيب دول اللي يتحفظوا او يتحفظوا لازم. في ملحوظة ومعظمنا يعني بياخد باله منها، بيقول لي ايه؟ قال شوز بوسيدي اي فامينا سانجليه اي كومان سباغ إن فويل des adjectifs possessifs ma ta sa deviennent mon ton son. يعني لما يكون الحاجة اللي أنا بمتلكها بتبدأ بفويل وهي فمينا مش مسكولة، يعني هي لو مسكولة طبيعي هتاخد
تون وموناسون، لكن لو هي في ميناء وبدأت بحرف متحرك هتتحول، اللي المفروض تاخد ما وطا وصا، هتتحول الما والطا والصا لمون وتون وصن. زي ايه؟ زي ايكول. ايكول المفروض اقول ما ايكول، يعني ايكول مؤنثة فمينيه، لا عشان هي بدأت بفويل بحرف متحرك هتبقى مونيكول او تونيكول او سونيكول. امي، امي دي اللي اخرها ايه اهي، دي صديقة يعني دي مؤنثة فمينيه، المفروض تبقى تا امي، لا عشان هي بدأت بفويل هتبقى تون، تونامي، سونامي، مونامي. ايماج، ايماج المفروض تبقى سا ايماج، لا هي برضو عشان بدأت بفويل هتبقى سون ايماج او تون ايماج او مون ايماج. تمام، ده معناه ان انا لازم اكون عارف ان ال الشوز بوسيدي، الشيء اللي انا بمتلكه ده ماسكولا ولا فمينا، لازم لان بناء عليها احدد الادجكتيف بوسيسيف اللي هتبقى قبله، فلازم اكون انا عارف ده ماسكولا ولا فمينا. طيب نشوف مثال كده ونحل عشان احنا شاطرين. Il passe chez tante et oncle. هتاخد ايه هنا؟ تمام، il passe chez ايه؟ sa tante et son oncle، لان هو بيتكلم على ايل هنا، يبقى ايل الضمير بتاعته son او sa او سي. tante دي فامينا وسانجليه، يبقى هتاخد sa، و oncle ماسكولا سانجلي بعد اخد ايه صن. مسيو نوبلي با ساك، بقول ايه هنا؟ هنا فوتر ساك للاحترام. طب لو قلت صن ساك، تون ساك، تون ساك تمشي زي الاحترام، ما دام بقول مسيو يعني واضح ان انا بحترمه اصلا. طيب تي فا شي سير مونا، تي فا شي سير مونا، هقول ايه هنا؟ بتكلم مع تي تا سير مون صح. جي بورت لانيت بلانش، جمع دي اقول ايه؟ مي، مي مظبوط. اللي بعدها نوزن لو شي جرابارا، جرابارا الاثنين جمع وهنا دي جمع، تبقى تاخد ايه؟ نو صح، نو جرابرا اللي هي نو اللي هي ان او اس. تمام، جو بلي كلي اي بورتوفاي، جو بلي اي جي وكلي هنا جم مي صح، جو بلي مي كلي اي. مو بورتوفاي. تمام، شكرا لكم.